استقبل ضيفه نصر حسين داي بدون جمهور بسبب العقوبة التي تعرض إليها. حاول ومنذ الدقائق الأولى صنع عمليات هجومية، لكنه وجد دفاعا منظما بمساعدة الحارس بوصوف. ليشرع لاعب نصر حسين داي في نقل الخطر إلى منطقة العمليات لساري غيريزان، حيث أفلحوا في الوصول إلى مرمى الحارس زيدي رغم محاولة التصدي، لكن اللاعب هشام مختار وضع الكرة في شباك حارس غيريزان، وهذا في الدقيقة 25 من الشوط الأول. وكادت النصرية أن تضاعف النتيجة لولا التدخل الموفق للحارس زيدي. وبعد مضي 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، اللاعب السابق لساري غيريزان هشام مختار يزيد من متاعب الفريق بإصابة ثانية في مرمى زيدي، قبل أن يتمكن الفريق المحلي من تقليص الفارق عن طريق ضرب الجزاء نفذها بقوة اللاعب البديل بوردين. وكان بإمكان أشبال المدرب بوزيدي من رفع العداد من الأهداف لولا تصديات الحارس زيدي. وفي الوقت الذي كان أبناء المدرب حنكوش يلعبون بحرارة ناقصة، استطاع اللاعب البديل لنصر حسين داي صديقين من تسجيل الهدف الثالث لفريقه الذي أصبح منقوصا عدديا بعد طرد اللاعب والي، وانتهاء اللقاء بهزيمة مرة لفريق ساري غيريزان على أرضية ميدانه أمام نصر حسين داي.